علشان الوقت دهمنا ندخل على طول في تشكيل الانتاج الحربي لهذا اللقاء المهم امام النادي المصري لحراسة المرمى امير عبد الحميد، السيد فريد ظهير ايمن، وعلي فتحي ظهير ايسر، محمود فتح الله ولؤي وائل اثنين في قلب خط الدفاع، علي عيد وشهاب الدين احمد اثنين في وسط الملعب، احمد مجدي وصلاح امين ومحمد فضل ومحمد ناجي جدو رباعي هجومي بمختلف بقى يعني تشكيلاته، يعني مثلا مجدي تحت صلاح امين هو وجده او فضل وجده الاثنين رؤوس حربه، الكباتن هيقولوا لنا تشكيل النادي المصري البورسعيدي، رمزي صالح لحراسة المرمى، احمد ايمن منصور المفروض ان هو ظهير ايسر من ظهير ايمن، اسامه العزب ظهير ايمن، طارق خطاب ومحمد مجدي اثنين في قلب خط الدفاع، موسى ده وسيد عبد العالي اثنين في وسط الملعب، احمد موسى الشير بكابوريا وسعيد مراد واحمد ياسر واحمد رؤوف ايضا رباعي هجومي بتشكيلاته. كابتن ابو جريش، لا هو مباراه صعبه بين فرقتين، الانتاج الحربي بيسعى ان هو يحسن ياخد 3 بونت عشان يحسن ترتيبه في الجدول الدوري. الانتاج بيحاول، الكابتن شاوي النهارده مغير شويه في التشكيل، مغير في بعض اللعيبه مش في اماكن، يعني النهارده بيلعب 4 زي المباراه السابقه، قبل كده كان بيلعب ب3 شويه، محمود فتح الله كان بيلعب ليبرو، النهارده بيلعب 4 ورا، ممكن لو اي وائل مكان محمود رزق بدا، بابا اركو النهارده ومحمود عبد الحكيم على دكه البدلاء عكس المباراه السابقه امام الشرطه بيلعب. انا ما اعرفش احمد مجدي النهارده يلعب في وسط الملعب ولا هو موجود هنا على الورق كده، وهو اصلا ممكن يبقى يلعب باك رايت زي ما الكابتن شاوي كان بيلعب باك رايت. لا 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 ما بيلعبش باك رايت، سيد فريد باك رايت بالظبط، يعني هو النهارده هيطلع احمد مجدي بقى مركزه الاصلي بالظبط كده تمام، يعني وبيلعب باحمد مجدي وصلاح امين تحت الفرودين اللي هو محمد فضل ومحمد ناجي جدو، في وقت من الاوقات محمد ناجي جدو ممكن يصعد نص الملعب يبقى فرود فضل صريح. فضل صريح. كابتن صبري تشكيله المصري. المصري طبعا كابتن حسام حسن مستقر على التشكيل ده بقى له 3 مباريات بيشتغل بيه، حتى التغييرات زي فرقه سموحه بالظبط، زي ما بتكلم على سموحه هنتكلم على فرقه المصري. كابتن حسام استقر، كابتن حسام حط فرقته، بيشتغل دلوقتي باستراتيجيه كمان وفلسفه هجوميه بعد المكاسب اللي حققها الفتره الاخيره، ووضعه في الجدول كمان مساعده انه يشتغل بصوره افضل. فرقه المصري وفرقه الانتاج عندهم انتعاشه فنيه الفتره الاخيره، خصوصا فرقه الانتاج بدات تمشي بخطوات ثابته نوعا ما. كابتن شوقي زي ما بيقول الكابتن محسن غير طريقه لعبه من ماتش انبي، اشتغلوا بصوره جيده في الثلث الهجومي، فانا شايف انها تبقى مباراه صعبه للفرقتين، والافضل امتلاك الوسط الملعب هو اللي هتبقى ليه الاولويه الافضل. استاذ سيف، ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز، يعني الانتاج الحربي في الترتيب ال 12، المصري نجاحات مع الكابتن حسام حسن وهي ضغوط المنافسه وضغوط المراكز الاولى، بس الانتاج احنا قلنا راجع برغم البدايات الصعبه، الانتاج عنده 9 عنده القدره انه يرجع، بس هي مشكله الانتاج النهارده برغم كل الاسماء الكبيره صلاح امين بابا اركو محمد فضل لم يسجل سوى 5 اهداف. صحيح. منهم هدفين من ضربتين جزاء، والخمس اهداف منهم 3 لاثنين مدافعين، محمود رزق هدف ومحمود فتح الله هدفين. اذا المهاجمين كل المهاجمين ما سجلوش 2، بتلاعب فريق مسجل 15 هدف، ثالث قوه هجوميه او قدرات هجوميه في الدوري المصري اللي هو النادي المصري. النادي المصري طب بصفه اللي هو اللي هو نادي احمد نادي احمد، ما في في نادي محمد وفي اللي هو بتاع المقاولين ده نادي احمد، احمد كابوريا، احمد كتير، احمد جمعه، احمد موسى، يعني كده تمام، دول عندهم 15 هدف. مباراه صعبه، ما حدش يقدر يقول مين اللي ممكن يكسب من الفريقين عموما.